كغيره من شواهد بغداد وملامحها التي تبشك على الاندثار، تعد جسور بغداد انموذجاً لمخرجات الفساد والفشل الحكومي. جسر الأمين في بغداد مثال على ذلك. الجسر الذي يربط منطقة بغداد الجديدة بحي الأمين هو أحد الجسور التي خرجت عن الخدمة وتهالكت حتى سقطت. لم تنتبه السلطات للأمر حتى بعد 5 أشهر على سقوط أجزاء منه، ما تسبب بتفاقم الزحام في بغداد باعتبار جسر الأمين ممراً حيوياً مهماً. احنا كأهالي منطقة الأمين الثانية يعني عانينا ما عانينا من هذا الجسر. الجسر صار له ما يقارب 5 أشهر أو 6 أشهر مغلق. ليش؟ على مود هذا الخراب اللي صاير به. هو فد شيء بسيط يعني ما يكلف الدولة هذيك المبالغ الطائلة حتى يبقى لمدة 6 أشهر هو مغلق، سبب ازدحامات اختناقات مرورية مو طبيعية. يعني نطلع للدوام لازم نحسب حسابنا قبل ساعتين نطلع يلا نوصل بالوقت المناسب. قد لا يبدو إصلاح الجسر بالأمر الصعب، لكن بحثاً بسيطاً في تفاصيله يحيلك إلى أيد تنتظر رشا وعمولات مليارية من وراء هذه المشاريع. فقد يكلف إصلاح الجسر 10 ملايين دينار فقط، لكنه يسجل في دوائر الدولة بنصف مليار دينار. وجهاء المنطقة اجتمعوا راحوا لجامعة بغداد على خبراء مختصين مهندسين بهذا المجال بالطرق والجسور، قيموا المبالغ اللي تصرف على هذا المجسر، قالوا هي من 5 ملايين إلى 10 ملايين كحد أقصى، 10 ملايين يتعمر هذا الجسر وينفتح طبيعي وكل شيء ما بي. راحوا نفس الوجهاء وجهاء المنطقة راحوا للوزارة وراجعوا مديريات الطرق والجسور، قالوا لهم احنا لازم هاي تبقى على الموازنة لأنه هذا يكلف نصف مليار. لا تجد في بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة تشييداً للجسور أو مداً للأنفاق التي تخفف من الازدحامات الخانقة والحوادث المرورية التي تختطف أرواح العشرات شهرياً. بس عندك هذا الازدحام واصل لحد المعلق، يعني هذا بالذات هذا التقاطع دمر الشارع دمار. هاي جامعة بغداد يعني دمرت من وراء الازدحامات. هذا الشارع قافل من ذيك الجهة قافل، شي لحق يعني يصير. اكو حل ثاني، يعني اسوي نفق، اسوي جسر معلق ثاني، اخلص العالم من الازدحام وهاي الاختناقات هاي الازدحام. يعني واحد هم يراعي المواطن هم كذا. عمران بغداد الذي كان في وقت ما مثالا يحتذى به صار اليوم مثالا يحذر من الوصول اليه، لا سيما ان العاصمه كانت ولعده سنوات أسوأ مدينه للعيش في عده تصنيفات دوليه، ما يعده كثيرون نتاجا طبيعيا لفساد الطبقه الحاكمه الذي تغول في شتى مؤسسات الدوله.